في البداية كنترحموا على الضحايا ديال التسمم مادة الكحول، كانت فاجعة صراحة لجميع ساكنة القصر الكبير، وذلك بعدد الضحايا اللي وصل لحد اليوم 19 ضحية اللي توفات، وخمسة ديال الأشخاص في حالات خطيرة كيرقدوا في المستشفى الإقليمي بالعرائش. هاد الأشخاص هادو كانوا تقضوا واحد مادة كحولية من واحد محل كيبيع غير مرخص، كيبيع المواد الكحولية والمواد الاستهلاكية المهربة. المادة الكحولية اللي شربوها من المؤكد أنها ممزوجة بشي مادة سامة، لأن هاد الناس هادو تعودوا يشربوا هاد المادة الكحولية لانكول 96، ولكن هاد المرة من مشاو تقدوا من هاد بائع هاد الكحول اللي مادة ديال لانكول 96 تصابوا بتسمم. كانت أعراض خطيرة نتجت عليهم، في ظرف أقل من 24 ساعة تصابوا بأوجاع، وكاين اللي ما قدرش يوصل للسبيطار طاح في الطريق. مما تحركت السلطات بقات بس تجمع الضحايا اللي كانت توفاو، وكذلك الضحايا اللي كانوا مازال متضررين مازال فيهم الأوجاع لنقلهم قصد العلاج ديالهم. حنا كجمعية حماية المستهلك صراحة كندينو هاد التصرف اللي قام به هاد الشخص هذا، وكذلك كنحملوا المسؤولية للسلطات المختصة اللي ما كتراقبش هاد المحلات هذه، خاصة أن المحلات غير مرخصة ما كيتمش المراقبة ديالها، ولهذا كنطالبوا بتفعيل المسطرة القانونية وتفعيل الإجراءات القانونية ديال القانون 31/8 لحماية المستهلك، باش تكون المراقبة صارمة والترخيص لهاد المحلات اللي كيبيعوا هاد المواد الكحولية لقصد العلاج أو لقصد استعمال في التجهيز المنزلي ولا شي ولا أشياء مثل هذا. وكنطالبوا المسؤولين صراحة ينسقوا مع أسر الضحايا، خاصة الأسر الضحايا كاملين أسر معوزة ما عندهاش دخل قار، باش يكون هاد الجنازة يتكلفوا بالجنازة ديالهم وبالدفن ديال هاد الضحايا، وكذلك التنسيق معهم لإتمام المسطرة القانونية باش المتابعة ديال هاد الشخص هذا. وصراحة خص القضاء يعطي عقوبة قاسية كفحال هاد الناس هادو اللي يستهتروا بصحة وسلامة المستهلك، ويكون عندهم عقاب كبير باش ما يتعاودش كفحال هاد الحالات هادي. والسلطات صراحة خصها تاخذ إجراءات صارمة في هاد المواضيع ديال المحلات الغير مرخصة والمحلات اللي كتبيع هاد السموم هذه، وهي معروفة للجميع صراحة. وكنتأسفوا علاش ما يكونش تدخلات وقائية باش ما يوقعش كفحال هاد الحالات، خاصة أن مدينة القصر الكبير مؤخرا عرفت الظاهرة ديال بيع المواد الكحولية لانكول وهاد اليو ومادة السيليسيون. هاد المادة كذلك مادة السيليسيون ولاو كيتعطاوها الشباب طالبات وطلبة، تلميذات وتلاميذ في السن صغير، ولهذا كنطالبوهم. وفي الختام كنشكروا الموقع اليوم فانكادر على هاد المبادرة اللي جا القصر الكبير باش يدير تقرير على هاد الفاجعة هذه. كنشكروا الطاقم ديالو كامل وشكرا لكم.